لسه ملف مهاجم الأهلي الجديد اللي من المقرر إنه ينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عشان يدعم خط هجوم المارد الأحمر قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد بيشغل بال الجماهير الأهلوية، وده لأن النادي الأهلي محتاج بشكل فوري إنه يتعاقد مع مهاجم جديد مميز وقوي عشان يعوض رحيل محمد شريف اللي انضم لصفوف نادي الخليج السعودي من أسابيع، وده اللي سبب بشكل كبير حالة من العجز في هجوم الشياطين الحمر. لكن من ساعات انتشرت اخبار ومعلومات شبه مؤكده بتقول ان المهاجم البرازيلي سوزا مهاجم نادي جيون بوك الكوري الجنوبي وقع فعليا على عقود انضمامه للنادي الاهلي خلال الكام يوم اللي فاتوا، طبعا ده بعد موافقه نادي الكوري الجنوبي على رحيله، الا ان الازمه دلوقتي في اتمام التعاقد هو تمسك مدربه اللي مش عايزه يمشي ومصر على بقائه ضمن صفوف الفريق. وفي نفس السياق كشف الإعلامي الكبير أحمد شوبير آخر تطورات ملف مهاجم الأهلي الجديد، وقال إن من المقرر انضمام المهاجم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، يعني مجرد أيام بتفصلنا على الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي والإعلان عن اسم المهاجم. شوبير قال كمان إن الأهلي عنده إمكانيات بخلاف الفلوس بتأهله إن يتعاقد مع مهاجم قوي ومميز للغاية، حتى لو صفقة سوزا ما تمتش الدنيا مش هتقف، وفي بدائل قوية جدا الأهلي بيتفاوض معاها حاليا. واختتم شوبير تصريحاته وقال معلوماتي ان سوزا وقع للأهلي بالفعل، وخلص كل تفاصيل بخلاف ان النادي الكوري الجنوبي وافق على رحيله، لكن الأزمة كلها في رفض مدربه انه يستغنى عنه.